السبت النهارده في مباريات مهمه جدا، الزمالك امام مباراه مصريه امام تونجيت، وعينه في رادس على مباراه ترجي ومولوديه الجزائر، وكلاسيكو الارض النهارده بين برشلونه وريال مدريد، وكمان ليفربول هيلاعب استون فيلا. يلا بينا نبدا حلقه النهارده. الزمالك مهمته صعبه ولكن مش مستحيله، والترجي ممكن يعملها عادي ويكسب عادي، والزمالك يصعد عادي جدا. خلصنا من الزمالك والترجي، نخش على برشلونة وكلاسيكو تكسير العظام بين برشلونة وريال مدريد، المباراة المهمة جدا اللي المفروض العالم كله بيسلط الضوء عليها النهاردة. برشلونة وريال مدريد، برشلونة تاني الدوري، ريال مدريد تالت الدوري، الفرق بينهم نقطة واحدة، والفرق بين برشلونة واتلتيكو اللي هو أول الدوري نقطة واحدة برضو. مباراة مهمة جدا، لو برشلونة قدر يكسب بيتصدر الترتيب، ريال مدريد لو قدر يكسب بيتصدر هو كمان الترتيب، ولسه هنستنى المباراة اتلتيكو اللي جاية اللي بيقع وبيخسر مباريات كتير في الفترة الأخيرة، ومتوقع إنه يهدر نقاط تاني لأن الفاعلية الهجومية والعناصر الهجومية في أتلتيكو مدريد قد تكون معدومة حاليا، والفريق كله واقع هجوميا وهو مش قادر إن هو يسجل أهداف بشكل كبير زي ما كان بادئ الموسم. أتلتيكو مدريد حاليا بيعاني من أزمة هجومية كبيرة، ولازم إن برشلونة وريال مدريد يستغلوه، وهما في الفعل مستغلينها حتى الآن، وقربوا من الفارق بعد ما كان الفارق وصل 15 نقطة و20 نقطة. دلوقتي الفارق بقى نقطتين بين برشلونة بين ريال مدريد واتلتيكو، ونقطة واحدة بين برشلونة واتلتيكو. الدوري الاسباني مشتعل، برشلونة ميسي ديمبلي جريزمان وباقي الفريق وباقي العناصر اللي بدأوا يفوقوا مع كومان، وكمان التشكيلة اللي بدأ يلعب بها كومان وسد الثغرات اللي موجودة في الفريق وبيلعب على امكانياته وليس على امكانيات الخصم، ده اللي مخلي برشلونة بقاله حوالي 18 ماتش في الدوري ما بيخسرش ولا مباراة، وبيكسب كل المباريات او بيكسب وعلى الاقل ما بيخسرش وبيتعادل. ريال مدريد هو كمان اللي بادئ يفوق في الدوري او بعامل ماتشات كويسة في الخمس ست ماتشات الاخرى، وكمان بادئ يلعب مباريات قوية، وشفناه بيكسب ليفربول في دوري الابطال، شفناه لعبته بتتألق، شفنا توني كروس بيعمل ماتش عمره امام ليفربول، شفنا لعيبة ريال مدريد هي كمان فايقة في الملعب، ودفاعه رغم غيابات فاران وراموس بيبقى فايق قدام هجوم مكون من صلاح ومانيه وجوتا وفيرمينو، والناس اللي كانت بتشكل خطورة على أقوى دفاعات العالم ما كانتش قادرة تشكل خطورة على ميليتاو وناتشو. برشلونة أمامه مباراة قوية هو الأرجح فيها لأن فرقته فايقة أكتر من ريال مدريد، ولكن ريال مدريد حاليا فرقة مميزة جدا قوية جدا، زيدان العقل المفكر اللي الفريق عنده في الفترة اللي جاية اللي هي ساديو ماني أو صلاح، وبيفكر مثلا في ساديو ماني، وساديو ماني معروض على ريال مدريد أو ريال مدريد عايزه، فسهل جدا إن هو يحط صفقة تبادلية بين ليفربول وريال مدريد بين فينيسيوس جونيور وماني، ممكن تتحط ضمن الصفقة، وممكن الريال يفرط عادي في فينيسيوس جونيور وياخد ماني، ممكن مع تنافس شوية في الفلوس مع الدنيا تمشي ممكن ان ريال مدريد يوافق على الصفقه دي، والصفقه انا شايف ان هي في مصلحه نادي ليفربول، فينيسيوس جونيور هيجي مانيه بيخلص، فممكن الصفقه دي تتم ويكون في مصلحه ليفربول بشكل اكبر بكتير جدا، وفينيسيوس جونيور لاعب لو اهتم بموهبته هيبقى في حته تانية خالص غير ما هو موجود دلوقتي، وشفناه بيتالق امام ليفربول وعمل مباراه عمره. فمن الاخر كده مباراه كلاسيكو ملهاش توقعات، محدش يقول لي برشلونة أقوى دلوقتي فهيكسب ريال مدريد، لسه عنده مباراة قوية في الفترة اللي جاية وفكر في دوري الأبطال أكتر فممكن ما يركزش في المباراة دي، لأ كله مركز، كله عايز الدوري، كله عايز يكسب المباراة. طبعا النهاردة في ليفربول وأستون فيلا، واسترداد الحق المفقود من ليفربول أمام أستون فيلا لما خسروا منهم الدور الأول 7، ودي كانت بداية الهوية لليفربول لما خسر بال7 أمام أستون فيلا، المباراة اللي تألق فيها كل لعيبة أستون فيلا وصلاح من ليفربول وسجل ثنائية مانشستر سيتي قدام مباراة أمام ليدز، وطبعا في دوري الأبطال بترو أتلتيكو أمام الوداد مباراة تحسب وتحاصل، ومفيش تقريبا مباريات تانية مهمة غير ميلان وبارما في الدوري، مباراة المركز الثاني الميلان اللي كل ما يتعثر اليوفنتوس يتعثر، كل ما يكسب اليوفي يكسب، فالموضوع الإنتر خلاص بشكل كبير حسم بطولة الدوري أو ماشي في طريقه لحسم بطولة الدوري، باقي المركز الثاني بين ميلان و اليوفي وروما من بعيد وأتلانتا وفرق كتير بتنكش كده من بعيد، لكن هنشوف الدوري الإيطالي ممتع جدا السنة دي هينتهي على إيه. دي كانت حلقة النهاردة، ولو أول مرة تتابعني انزل دلوقتي اشترك في القناة، فعل الجرس ليصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.